يغفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى بأعلى أعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا اللي عندك حاجة واللي عندك عليل حاجتك صعبة وعسيرة توجهين نحو المدينة وانخل الطاهرة أم البنين وقول يا مولات عندي حاجات يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أم البنين لوني خيناها لوني خيناها تحضر معباس لوني خيناها لوني خيناها لوني خيناها تحضر معباس لوني خيناها لوني خيناها لوني خيناها تحضر معباس لوني خيناها جربناها جربناها تحضر الشدة جربناها لوني خيناها لوني خيناها تحضر معباس لوني خيناها لوني خيناها لوني خيناها لوني خيناها لوني خيناها تحضر معاك لوني خيناها جربناها تحضر الشيدة ليعتني إلها ضيفه باردة بابها المفتوح ما ظنت سيدة بابها المفتوح ما ظنت سيدة سولي بناها سولي بناها حلوة وقفتها سولي بناها لوني لوني خيناها تحضر معباس لوني خيناها لوني خيناها لوني خيناها تحضر معباس لوني خيناها هيا أم عباس كرم معروفة هيا أم عباس كرم واللي يطلبها أبد مدعوفة طايحة بشدة بعينها تشوفة طايحة بشدة بعينها تشوفة هاللي خيناها هاللي خيناها طحنا بالكلبات هاللي خيناها صبرتك هاليوم دمعي كجريها جيت مهضومة حاجي تقضيها جيت مهضومة حاجي تقضيها اليوم ردناها اليوم ردناها وقضيتك كلنا اليوم ردناها اليوم ردناها
خضر وعبر لوني خداه لوني حضر محبة لوني قناه نريدك ويانا حاضر المجلس ندري ومعباس تسمع الملحس يطلب الحاجة ما يرد مجلس ليلة جناه ليلة جناه تحضر لوني خناه تحضر معباس لوني خناه تحضر الشدات والله لوني خناه أجركم الله مقضية إن شاء الله حوائجكم بحق أم البنين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا غريب ويا سليب العمامة والرداء يا أبا عبد الله يا من نحره منحور وصدره بحوافر الخيل مكسور يا أبا عبد الله يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا سيدنا ومولانا يا غريب الغرباء كأني بحال ولسان الوالدة المفجوعة بابنها أم البنين فاطمة الزهراء وتوجتها الكربلاء إهناء الرباب رملة فقدنا أبناؤنا لقول رملة يما يما التعبان أنا ربيت الولد وش قد تعبت عليه يما ربيت الولد وش قد تعبت عليه قلت يكبر ولي عنده وجلد ظني بيه يما يسد عني وحشت وبتلي بني يما تقول تقول يسد وحشتي وبيتي ابني تقول ردك يما ردك ما ردتني ولا مال ولا مال انا ردك ما ردتني يما ولا مال ولا مال ولا مال تحضرني يا يما لا ولك حملي يما ولا مال ولا مال يبني يما لا وقح حملي ولا مال يما خابت ظنوني ولا مال ولا مال وقت الضيج ليش قطعت بيه يا اخي يما وقت الضيج ليش قطعت بيه بعد شكون تقل يما يا يما قعد يمن لن ظلت يما همك امك امك وظل قلبي من حوم يمك اي والله يا لحنتك من فيا بعد الوالدة وتشوف ابنها مخضب بالدماء تقول انا اللي ربيت وانا اللي كبرت واريد اللي بكبرتي صاحت يما ليلي ليلي انا يا ابن سرت عليك ليلي يما ليلي ضميتك يا الولد يما بدليلي اي والله ضميتك يا يما انا اي بدليلي يما يا الولد يا يما يما وانا حسبت بالشده كيف في عيني
يمي تمنيت اشوفك بين حالك يا عليك يا الولد يا ابني ما حسدت وتروح وتخلي الا دشوا يا بنتي يما والقلب شاب ولا شاب لا زفه ولا حتى يا ولد يا يما ما تهم يما انا بنفسي الولد بيدي قاعد لنا اي والله يا يما انا بنفسي الولد يا ابني يما علي علي يا جابك ملبوح يا ولد علي يما بيا بيا وش خليت يا ابني بعد بيا بيا وراحت فرحتي وانا بذي تقول لي يا ابني يا حناي يما يا عريس دمك ليش حناك وقبال عيني يما تلوج عالماي اي والله وقبال عيني تلوج عالماي قل فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة آمنا برسول الله صلى الله عليه وآله النبي محمد صلى الله عليه وآله حثنا على بر الوالدين يقول من كان بار إلى والدين وراضين عن والديه الله يفتح له بابان من الجنة هذا منه اللي يرضى والديه عنه كيف إذا كان لم يرضيان عنه لم يفتح له رحمة الله ولا أبواب الجنة البر إلى الوالدين هو الإحسان إليهما وهو أفضل القربات إلى الله عز وجل عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة كشف الغطاء من أغطية الجنة يقول يكشف الغطاء من أغطية الجنة بيوم القيامة فوجدوا ريحها من كان له روح وميسرة هذا منه اللي بار إلى والديه يفتح له أبواب إلى الجنة وكان ريحها وعطرها يشمه كل الناس هذا اللي يحب والديه اللي يبر إلى والديه وكيف اللي يعقهما ولو كان يعبد الله ليلا ونهارا وهو يعصي والديه لم يرضى الله عنه تعالى قال وعندما يرضى عنه والداه فإنه آمنه من سخط الله وآمنه من غضب الله عليه ثم قال العاق إلى والديه وشارب الخمر ومن سمع اسمي ولم يصلي عليه صلوا على محمد وآل محمد لم يشم رائحة الجنة منهم اللي عاق الوالدين اللي هو لم يبر والديه ولم يرضوا عنه اللي يشرب الخمر واللي لم يصلي على محمد عندما يذكر اسم محمد صلوا مرة ثانية عليه وقد ثبت من الأخبار والتجربة إن دعاء الوالدين على الولد لا يرد يستجاب الوالده أو الوالد إذا دعوا في حق أبنائهم الله يستجاب لهم الدعاء إن كانوا يدعون له في الشر إذا كان مؤذيان إلى أبويهما ودعا الله الأب أو الأم غضب من ولده دعا الله عليه الله سبحانه وتعالى يستجاب دعاء الأم ويغضب على هذا الابن أو البنت وإحنا نوجه من خطابنا الحاضرات منه أبناء والبنات اللي حاضرات بنات تكون بارة لأمها وأبيها وإن كانت في أمور أو ظروف صعبة فلازم أن تقتدي بالله سبحانه وتعالى وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله يقول إذا دعا الله الوالدين على أبنائهما لم يرد وإن كانا يعبدان
وإن كان يدعيان الله بخير يفتح الله أبواب رحمته للأبناء عند دعاء الوالدين. يقول ونذكر هذه الرواية: كان ولد شاب في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان عاق الوالدين وشارب الخمر وكان يسمع الغناء. يقول هذا الولد كان يؤذي أمه دائما، يؤذيها، يرجع شارب الخمر ويؤذي أمه، يضربها صوت عالي عليها بحيث مخلي قلب الأم مسود على ابنها، تدعي عليه ليل ونهار أن الله يغضب عليه. فيقول مات هذا الشاب يوم من الأيام، توفي دفنه بالمقبرة. يقول عندما يروح النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى المقابر يزور، يسمع الأنين، أنين وصراخ من تلك القبر، قبر الشاب، فيقول انقذني يا رسول الله. فراح يبحث ويسأل عن هذا القبر، المن هذا، المن القبر، وين أهله، يريد يعرف من أهله. فعندما جاءوا به إلى دار عجوز كبيرة قالوا هذه أم الشاب التي توفي ابنها. سألها قالها يا أمة الله، ماذا كان عمل ابنك؟ ليش هيك يستغيب في قبره؟ فقالت هذا ابني وكان يؤذيني، يضربني يؤذيني. فقال لها فهل تذهبين إلى قبره وتدعين الله أن يغفر له؟ قالت لا يا رسول الله، لم أغفر لولدي، لم أرضى عنه لأنه كان يؤذيني. بعدها يقسم عليها رسول الله أن تروح وتدعى الله أن يغفر له. بعدين قامت قلب أم شوية شوية ترقى قلبها على ابنها، فدعت الله. فيقول قام من يمر من يمر القبور لم يسمع أنين لهذا القبر. ليش؟ لأن غضب الله على غضب الوالدين، إذا غضب الوالدين على أبنائهم فالله يغضب من أجلهم. فنحذر غضب الله علينا وغضب الوالدين، فنكون تربيتنا كتربية أولاد وبنات آل رسول الله صلى الله عليه أجمعين. تربية أم البنين لابنائها الأربعة ربتهم تربية صالحة، وحتى كبرتهم وضحت بهما من أجل نصرة الدين والإمام الحسين عليه السلام كليلة سلام الله عليها، التي ربت ولدها علي الأكبر وضحت به وهو كان أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه، كجمال جمال جده محمد صلى الله عليه وآله، وشجاعة أوضحت به من أجل نصرة أبيه ومن أجل نصرة الدين، كرملة سلام الله عليها التي ضحت بابنها وكان عمره من الرابعة عشر أو الثالثة عشر، وكان جميل جدا تقول الروايات، وضحت به في كربلاء. ماذا يكون حال هذه الأم؟ ونحن نكون نقتدي برملة سلام الله عليها عندما ضحت بأبنائها. لكن نذكر القاسم اللي هو كان صغير العمر، رواية تقول 12، رواية تقول 13، رواية تقول 14، وضحت به من أجل نصرة الحسين عندما جاء به مولانا الحسين وعندما ودعه وقال شنو التربية. هنا القاسم شاف الحسين مهموم فقال له يا عم إن أبي أوصاني، قال إذا رأيت عمك الحسين يوم من الأيام كئيب حزين أنت خلي شد هذه، افتح هذه العودة اللي شادها بكتفك وأقرابها، وأنت تعرف معناها شنو. فهنا القاسم بيوم العاشر من محرم فتح هذه العودة وقراها، فش لقى بيه؟ ولدي ولدي يا قاسم انصر عمك يوم عاشورا. اهل البيت عندهم علم بما يجري عليهم وعلى اهل بيتهم. فهنا القاسم طلب الابن من عمه حتى يروح يدافع عن الدين، هذه التربية. لكن كيف حال الام سلام الله عليها رملة عندما جاءت رملة إلى زينب وقالت سيدتي أريد أنظر إلى ولدي؟ شوف هنا رملة تأخذ إبن من زينب حتى الحسين يخرج من خيمة الشباب
تريد تدخل على ولدها تودعش وكيف وهو مقطع بالسيوف وعرب الإرباب. الحسين كلما يستشهد شاب من الشباب في المعركة ينقل على حدوده وين ياخذ الخيام حتى يشوفن ويبجن عليه الحاضرات. هنا رملة ما تدخل قبل، شوف التربية احنا نتعلم منهم، ما ظلت تجر بحجابها اللي هي العباء اللي ساترتها، تخجل من الحسين. هنا زينب، انا اريد الاذن من مولاي ابي عبد الله حتى ادخل اودع اليوم الوداع الاخير. هنا قال زينب، اخي ابا عبد الله هذه ام تريد تودع ابنها. فالحسين خرج من الخيمه محنيا الظهر، جاءت الام نادت وولدا نادت يمه يا ابني يا الولد يا ابني يا ابني دمعت على الشبان هلي يمه ظلي ويا طاحت خيمتي وهالطاح ظلي تقلي يمه خلها تناغي كل مناحه وامك بعد ما مستراحه اي والله وامك بعد ما بي اي والله ما مستاحه يما بيك القلب يا الولد قصره وفراحه بعد شنو يا رمله قل لي يا ابني يا ابني مطرح انت رايح دليلي يما دليلي دليلي انا لا يا الولد حالي يا ابني يحجي عيلي يحجي عيلي يما شيوجعك يا الولد يما احجيلي شيوجعه يا رمله تقلها زينب ابنك هنا مقطع اكيد كل اعضاء توجعك قل لي يا ابني يا ابن تلوج منا تلوج منا ويا جرح يما تلوج منا يما تلوج منا يا بدمع انت خلاني يا ولد ضر دمع والله ضر دمع وما هلد يا يما جديب تقل لي يا ابني اللي يعيش الهلاهل صارت سلاح يقولوا ان الولد بالحرب شو طاح يما طاح انا يزد حالي انا ولد المغرب قاعدين ولد والله لقيت يما لقيت لقيت بدم الولد غرقان يا يما يما لقيت انا على لحيته سويت دموع انا رملة اخذوها سبيه تقول الرواية زينب تلاحظ رملة بداخل الخربة تدور تقلها شو دورين يا مولاتي ادور على شمعة لولادي تقول لي يما ربيت تربيت الولد والولد غالي يما غالي غالي خذلنا ليش ندعي بالليالي يما يا يما يا يما تشبعير انا امك يا يما مرات تشبعير اشتاق ترضى لردك يا يما خذاني السيره او دمعي على الخدل السيره هنا سمعتها الرباب الرباب هذا قدر اضيعها قابلتها وهنا تذكر وليدها قلت يا ابني لله للولد يما يا عبد الله يما دلال دلال يا يما شجعك يا عبد الله يا بعد العيون يا نازل نبي كربلاء عندك
رب قد لا وما أعلم. في الليل بثياب الجفن جاباك للحامات، يما بثياب الجفن جاباك للحامات. يا ابني يا عريس امك حيل مهضومه مهضومه، وبثيابي الجفن جابوك للحمر، بثيابي الجفن جابوك للحمر، وبثيابي الجفن جابوك للحمر، بثيابي الجفن بثياب الجفن جابوك للحمر، بثياب الجفن جابوك للحمر. يا عريس امك حيل مهضومه، يا عريس امك حيل مهضومه، بثياب الجفن. جواب شكرا الله عليك. بثياب الجفن جابوك للحمر، بثياب الجفن جابوك للحمر، يا عريس امك حيل مهضومه، بثياب الجفن جابوك للحمر، بثياب الجفن جابوك للحمر، بثياب الجبن صفاك للوادي، يا عريس وامك ظلت تنادي، بثياب الجبن صفاك للوادي، يا عريس امك ظلت تنادي، كل صواب راسك صعب للفادي، ولا شوف عن جبينك بايض دموعه، بثياب الجفن جابوك للحمر، بثياب الجفن جابوك للحمر، يا عريس امك حيل مهضومه، بثياب الجفن جابوك للحمر، بثياب الجفن جابوك للحمر، صوابك صواب عليك وانا ما شفته، حيل بنظرتك يا يوم ما هدمته، حيل بنظرتك يا يوم ما هدمته، مظلم لي الصهر عن الفرح عبده، وجهك يا الشباب مبدل سمعة، بثياب بثياب الجفن جابوك للحمر، بثياب الجفن جابوك للحمر، وجهك يا الشباب مبدل الوانه، وجهك يا الشباب مبدل الوانه، وامك ما تهيد تلوج حسانه، الوالدة لا تنحي بالنار، حا حا
جت رمله الحزينه وتتيحي بعنده أسألك وندعوك يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخيه والتسعة المعصومين من ذريتي وبني فرج عنا يا الله شافي مرضانا ومرضى المؤمنين يا الله اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين رحم الله من فرد الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.